أهلا بكم إلى هذه القراءة في الأعداد الصادرة اليوم من الصحف المغربية، والبداية بصحيفة اليوم المغربي التي قالت إن وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكول أديوي، وقد تمحورت هذه المباحثات حول السلم والأمن في القارة الإفريقية والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، وكذا الدور الرئيسي الذي يطلع به المغرب داخل المنظمة الإفريقية وتقاسم خبراته وتجاربه خاصة فيما يتعلق بالانتخابات. وتحت عنوان الحماية الاجتماعية أول خطوة للحكومة الجديدة، كتبت صحيفة الأحداث المغربية، وفي التفاصيل تبعت الجريدة قولها أنه ينتظر أن تدشن الحكومة اليوم فتح ملفات الحماية الاجتماعية التي تعد حجر زاوية في الولاية الحكومية الحالية. الختام بصحيفة بيان اليوم التي أفادت بأن النائب الفرنسي أنطوان هيرث أشاد بمصداقية المغرب الراسخة كشريك موثوق بالنسبة لفرنسا وأوروبا. تفاصيل هذا الخبر تجدونه على صفحات الجريدة.